اياب ولدار في ملعب المنزه بين النادي الافريقي والشباب القيروانيه كان يحمل اكثر من سؤال، كيفاش بسكون عوده الافريقي في البطوله خاصه بعد تاجيل مباراته ضد النادي البنزرتي. نزولا عن رغبه نادي رياضي البنزرتي وباتصال بالجامعه، دونك وفرنا لهم الفرصه باش ياخذوا 3 ايام اخرين تحذير. معناها ما كان انه كي فريق يشارك في الكوب دافريك انه يلعب نهار الاربعاء ولا الخميس، هذيك كي المشاركه نتاعو تمنعه من اجراء المقابله، وهذا الامر متوفر في مقابلته مع مستقبل رياضي بالمرسى اللي بيناتهم اقل من 48 ساعه، وماهوش متوفر في مقابله النادي الافريقي. مش معقول انا وسعت عليك باش نعطيك فرصه باش ترتاح، من بعد تحط لي المقابله، انت عندك 5 ايام راحه وانا عندي 3 ايام راحه بركه. والسؤال زاد بالنسبه للشبيبه، هل انه الفريق باش يلعب من اجل البلاي اوف والا البلاي اوت؟ كل شيء جاي بطبيعته، معناها فما معناها البروجي بالاول معناها تكوين فريق، إذا كان جات حاجة مرحبا، ما جاتش راح نكونوا في فريق إن شاء الله المستقبل. بداية المباراة كانت للإفريقي، ضغط هجومي منذ البداية وعبد المؤمن جاب ويسدد في دين الحارس. ثم هجوم معاكس كالعادة، جابوا في التمرير، القصداوي يسدد والكور على القايد. ضغط الإفريقي يتواصل، توغل من الحدادي على اليسار، التسديد، كرة على القايم في مرة أولى، المتابعة من جابو والبقية هدف أول للإفريقي في الدقيقة العاشرة. الشبيبة ترد الفعل بعد قبولها الهدف، محاولة أولى من العويشي وكورته الرأسية جانبية، ثم فرصة لحسام الحمزاوي يسدد وكورته عالية. الضغط يجيب الأهداف والشباب الرياضية القيروانية تتمكن من التعديل بعد تمريرة من الحمزاوي، العويشي يسجل في شباك الدخيل. الشبيبة تواصل في الهجوم والعويشي كاد يضيف هدف ثاني بعد الفرصة هذه. بعد الفرصة هذه هجوم معاكس الإفريقي، جابو ينفرد بحارس الشبيبة ويتمكن من إضافة هدف ثاني. توفى بعد الفترة الأولى 2-1 للإفريقي. بداية طيبة برشا، ومع تجاونا زوز ولا ثلاثة فرص اللي كنا سهلين نجم نسجلهم، الحمد لله توفقنا ونجمنا سجلنا الهدف الأول. تعرف كي تسجل هدف في بداية المقابلة ممكن مع العقلية ممكن لبعض متاع بعض اللاعبين نتاعنا نوليو نستسهلوا شوية المنافس. جو بونس باش يكونوا معايا تروا كولابوراتور، مدرب كف في نفس الوقت، معناها كان في كاريرو اون طونكو جوار ديفونسور تري امبورتون، نخدمو سبيسيفيك معناها سور لو بلان ديفونسيف. نفس الشيء معناها مدرب كف عنده شهاده وفي كاريرو كان ملاعب كاتاكون، سي امبورتون. وثالث معناها يكون معنا كولابوراتور، هذا ما الكولابوراتور نتاعي بلوس دو بريباراتور فيزيك ان شاء الله باش يكونوا موجودين معناها مع في الاطار الفني، بلوس ان انترنور دي غارديان والناس الاخرين اللي دايرين معنا بالستاف. في الشوط الثاني في الحقيقه ما شفناش حاجه كبيره، ما عدا انه الافريقي حاول بكل الطرق اضافه هدف ثالث. بالنسبه للشبيبه اكتفيت للدفاع مع فرصه وحيده، بينما الدقائق الاخيره النادي الافريقي كان امام عديد الفرص لحسم المباراه. توفى بعد هالمباراه بانتصار الافريقي وثلاث نقاط هام مقابل ابتعاد الشبيبه على المراكز اللي تخليه يلعب في مجموعه التتويج. راضي على الانتصار على 3 بوان، المردود ثم فتره خدينهم بالباهي، ولكن مازلنا تعرف اللي اليوم بعد شهر وثلاث ايام راحة اول ماتش هذايا اوفيسيال، دونك سي نورمال اللي باش تلقى لي روبير هما لانه بكل من بعد راحه سيرتو طويله باش تلقى مشاكل شويه. شفت حتى هما لاعبين ماتش نهار ثلاثه، دونك عندهم 90 دقيقه في السخام كانوا خير لي روبير نتاعهم الكل، ولكن سور لونسومبل اون اي دي زيكازيون كنا نجموا نماركيو اكثر كما كنا نجموا ناكلوا، خاطر تيم بون ايكيب والترتيب نتاعها القروان فريق اللي كنت من اكثر الماتشات اللي كنت خايف منه هو الماتش اليوم. خامس انتصار على التوالي الافريقي ويؤكد الفتره الزاهيه اللي قاعد يمر بها خاصه النادي الافريقي توا مع نبيل الكوكي، ومباراته ان شاء الله مع النادي هذا البنزرتي ستدور يوم 20 مارس كما سمعتوا.